أهلا وسهلا بحضراتكم في كل مكان. في إطار حرص الدولة الدائم على تقديم المبادرات والتسهيلات اللي بتسعى من خلالها لتلبية احتياجات المواطنين وفي المقابل توفير العملات الأجنبية، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان أصدر قرار بتمديد فترة التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج والخاصة بإعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين لمدة 3 شهور. القرار دخل رسميا حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للدولة. مزيد من التفاصيل والتعليق على هذا الخبر بينضم الينا هاتفيا من المانيا استاذ ماجد سعد رئيس المنظمه المصريه الالمانيه. استاذ ماجد، برحب بحضرتك معنا على شاشه تلفزيون اليوم السابعه. اهلا وسهلا بحضرتك وكل العاملين في قناه اليوم السابع. اهلا بحضرتك، وفي البدايه لو تكلمنا عن تفاصيل قرار رئيس مجلس الوزراء بشان تمديد فتره التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج. ثاني السؤال، معلش ما وصلت السؤال كويس، معلش انا اسف. انا لو سمحت بطرح على حضرتك سؤال متعلق بكيف ترى قرار مجلس الوزراء او رئيس مجلس الوزراء بشان تمديد فتره التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج. ده لمبادره السيارات حضرتك تقصد بالظبط انها تجدد ال3 شهور؟ بالظبط. طبعا، لان هو ده كان مطلب شعبي من مصريين الخارج كلهم. ومن 3 اسابيع قبل ما اعمل مداخله على احدى القنوات التلفزيونيه، ناس كتير من المعارف ومن خلال صفحات التواصل الاجتماعي من كل الجاليات قالوا لي: استاذ ماجد، لو سمحت بلغ المسؤولين في المانيا ان خلاص ما فاضلش الا اسبوعين ويا ريت تتجدد. لذلك انا بشكر المسؤولين وعلى راسهم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج ووزير المالية ان هم وكل المسؤولين والداعمين لهذا القرار للتجديد 3 شهور. ده مطلب شعبي يا فندم، واي حاجة تصب لمصلحة المصريين ومصلحة الدولة دايما ده مطلب شعبي. طيب في رأيك ده هينفع؟ اتفضل يا فندم. استاذ ماجد، في رأيك الحكومة اتخذت هذا القرار بالتمديد مرة أخرى، يعني ما الهدف من هذا القرار؟ والله الهدف من هذا القرار واحد: تلبية طلبات المصريين الخارج. تاني حاجه، ان ده هيبقى بالفايده وليس بالضرر على الخزانه المصريه. ده فلوس بتدخل بالعمله الصعبه في التوقيت اللي العمله الصعبه بتقل فيه في الخزانه المصريه. فاي قرار يا فندم من شأنه انه يدخل عمله صعبه لمصر، كلنا معاه قلبا وقالبا. لذلك اسمح لي من خلال قنواتكم الموقره اليوم السابع، الغالبيه المصريين في الداخل والخارج بتشوفها، اسمحني ان احنا نطلق مع بعض حاجه جديده. يعني مش نمسك في حاجه، الحمد لله طبعا مبادره مصريين الخارج تسير على قدم وساق. لذلك بتمنى ان اليوم السابع تتبنى معي ومعنا جميعا، مش هقول مشروع المنظمه او ماجد سعد او لا، ده مشروع كلنا مصريين الخارج عايزين يتملكوا اراضي او شقق او بيوت داخل مصر، وخاصه داخل الاماكن الحيويه مثل الغردقه، شرم الشيخ وهكذا، اللي هي الاماكن اللي فيها المنتجعات. طيب من حق المصريين الخارج ان هم برضه يكون ليهم، وده برضه يكون الدفع بالعمله الصعبه. دي برضه مبادره مش قليله يا فندم، دي برضه حاجه جامده جدا. أكيد ان يبقى أكيد فيه زي ما يبقى ليه عربيته يبقى ليه شقته او يبقى ليه بيته. طيب استاذ ماجد، لو رجعنا مره ثانيه للقرار الخاص بمجلس الوزراء بالتمديد، وحضرتك ذكرت في كلامك انه هيساعد في تدفق العمله الصعبه الى مصر مره اخرى، هل ترى بالفعل ان هذا القرار سيساعد في تدفق العمله الصعبه خلال 3 اشهر المقبله؟ باذن الله، لان يعني هو عمره ما هي يعني ما اي ضرر هيقع عليه. حتى لو هتكون الايرادات مش جامده جدا، لكن في ايرادات هتدخل. لحد 3 4 ايام فاتت ناس كتير عماله كل شويه تقول لي: يا خساره المبادره هتقفل، يا خساره المبادره هتقفل. للاسف ان احنا دايما يعني طبع فينا المصريين سواء في الداخل او في الخارج ان احنا دايما بندخل قبل ما الباب ما يقفل، بننتظر لحد اللحظات الاخيره دي. نعم. 90 نعم. فدي طبعا هتساعد الناس اللي كانت عايزه تشتري عربيات وما قدرتش تشتري علشان ال3 4 ايام. هي دايما يا استاذنا هتنفع وليس بالضرر. اي حاجه تدخل عمله صعبه في الوقت الحالي ما ينفعش نقفل الباب. صحيح. لازم نسيب الباب موارب. وبعد 3 شهور برضو دي شهور، يعني هل الدوله هتخسر حاجه او المسؤولين هيخسروا حاجه لو استمر 3 شهور وبعديها 3 شهور؟ طبعا. طيب فاحنا بهذه المناسبه بقى فيها وصول لل
عملة صعبة. هل في توقعات بأن ممكن يتم تمديد المبادرة مرة أخرى بعد انتهاء فترة الثلاث شهور الحالية؟ أنا واثق إن بعد يعني إحنا مش عايزين طبعًا نقول دلوقتي إذا كان نوعية من التكاسل لمصريين الخارج اللي هو يتكاسل لبعد ثلاث شهور كمان، لا إحنا نسيبها زي ما هي كده، هي في الوقت الحالي ثلاث شهور وقبل ما تخلص بأسبوعين ثلاثة نشوف إيه اللي ممكن يتم. وبالنسبة مصريين الخارج اللي كانوا بيطالبوا طول الوقت إن خلاص ما فاضلش إلا أسبوعين ثلاثة والمبادرة تقفل، ما فاضلش إلا أسبوع أو 10 أيام للمبادرة إنها تقفل، اتفضل ثيابتك، المبادرة فتحت مرة تانية أهي، اتفضل بقى الحق سجل نفسك من دلوقتي. صحيح. الحق اعمل الحاجات، وإحنا قلنا ادخل على الأبلكيشن، نزل الأبلكيشن، ذاكر. ومهم جدا اسمحني برضو إن أنا أناشد مصريين خارج إنه الأبلكيشن ممكن تدخل تدي عربية تطلع لك مثلا الجمارك بتاعتها 10,000 دولار، تقول يا لهوي ايه ده 10,000 دولار، لا مش عايز يا فندم، جرب عربية تانية، جرب عربية تالتة، بص للعربية ال 1600 سي سي، بص للعربيات الجديدة اللي نزلت 1000 سي سي. هل حضرتك تعرف ان في عربيات منزلاها الفولكس فاجن والسيات 1000 سي سي، دي هتدفع لها جمارك 4,000 يورو بس. يعني ودعتك هتبقى 4,000 يورو بس، ودي عربية SUV، عربيات مش سهلة. بس تدخل تذاكر، تبتدي تدور في الابليكيشنات بتاعت السيارة، تدي حد مثلا مرسيدس 180 1600 سي سي، اذا طلعت 6,000 يورو يعني لازم الخيارات مفتوحة قدامهم، يعني ما يقفوش عند حاجة معينة، ولكن يبدأوا يدوروا على الحاجة المناسبة ليهم والمناسبة للفئة السعرية اللي هو بيدور فيها. بالظبط، يدور مره واثنين ويجرب في الابلكيشن، يدي دايما يا استاذنا يدي العربيه دي، يدي حتى 1000 سي سي، ما في عربيه 1000 سي سي، يدي 1600 سي سي، يجرب السنه. محتاجه منك او محتاجه من المصريين الخارج ان انت تشتغل على الابلكيشن 5 ايام، تجرب طول الوقت، تجرب هتبتدي ب 9,000 دولار مثلا جمارك، وهتوصل بعد كده ان انت تقريبا وتناسبك ب 4,000 دولار. ده بعد ان انت تعبت في ان انت تجيب العربيه بتاعتك. صحيح. لان العربيه دي هتبقى مره في العمر، دي مش كل شويه. صحيح صحيح. استاذ ماجد سعد رئيس المنظمه الاسريه الالمانيه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك. تعيش تعيش يا فندم، واستمع حضرتك بقى ان يعني يكون اللينك معايا عشان اقدر ابعته لكل المصريين في الخارج اللي متابعين البرنامج. ان شاء الله. بشكرك جدا استاذ ماجد، يعني ما تبقاش اخر مداخله مع بعض باذن الله. شكرا جزيلا. شكر موصول جدا، مع الف سلامه يا فندم، مع السلامه. الشكر موصول للساده المشاهدين على حسن الاستماع. دي كانت تغطيتنا مع حضراتكم عن القرار الخاص بمد فتره استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج لمده 3 شهور، وهو القرار اللي تم نشره بشكل رسمي في الجريده الرسميه للدوله. بشكركم مره ثانيه والى اللقاء.